انتي ابنورماليتيز، يلا المشاكل اللي تحصل في هرمون المضاد لادرار البول، انتي ديوريتيك هرمون ديفيشنسي، نقص الانتي ديوريتيك هرمون ايش حينتج عنه لو نقص الهرمون ده؟ لانه هو بيمنع ادرار البول، يبقى حيكون التبول بكثره، فده اسمه السكر الكاذب، دايابيتس انسيبيتس. دايابيتس انسيبيتس هو السكري الكاذب. السكر الكاذب اذا حيكون عندهم ايه؟ بوليوريا. بما ان عندهم بوليوريا حيكون عندهم بوليديبسيا. البوليديبسيا يعني اكسسيف سرست، عطش كتير. يورين فوليوم ما يريتش اب تو 23 لتر بير دي. الحجم بتاع البول في اليوم ممكن يصل ل 23 لتر. لتر دي شوف القاره بتاعت المويه الصغيره دي ممكن يكون فيها 250 ملي، اربعه فيها لتر، فهو 23 لتر في اليوم. The condition is known as diabetes insipidus. ده اسم السكر الكاذب. It may result from a problem in hypothalamus. الناس اللي يكون عندهم مشكلة بتاعت السكر الكاذب diabetes insipidus ممكن تكون بسبب مشكلة في الهايبوثالاموس، لأن الهايبوثالاموس هو اللي بينتج الأنتيديوريتيك هرمون اللي هو تحت المهاد، وده حيكون اسمه نيوروجينيك diabetes insipidus من النيورون. Or a problem في الكدني، أو مشكلة في الكلى نفسها، وده اسمه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس، يعني السكر الكاذب من الكلى. نيفروجينيك يعني كلوي. طيب ذا نيوروجينيك تايب اللي هو العصبي اللي بيجي من الهايبوثالاموس كوز باي تروما، يكون مثلا الناس اللي يحصل لهم حادث حركة، مثلا حوادث ار تي اي، حادث يعني. طيب او تيومر واورام ورم او ديزيز افكتنج الهايبوثالاموس، اي مرض يصيب الهايبوثالاموس اللي تحت المهاد، يقوم ايش يعطي المرض ده؟ يسبب يكسر المنطقه دي ويخلي ما في انتاج للانتي ديوريتيك هرمون. دايما دي بنجدها في العنايه المركزه، اللي يحصل لهم حوادث بتاعه حركه بيحصل عندهم نقص في هرمون الانتي ديوريتيك هرمون. It can be treated by synthetic anti diuretic hormone. ممكن تتعالج بالانتي ديوريتيك هرمون الصناعي، يعني دواء بتاع الانتي ديوريتيك هرمون اسمه ديسموبريسين. ديسموبريسين ممكن يدوه نازل انهاليشن، يدوه زي بخاخ في الانف، او انجكشن يدوه ابر انجكشن. ذا نيوروجينيك تايب كان بي انهيريتد، ممكن يكون هو كمان وراثي. سكس لينكد فور ديفكتيف في 2 ريسبتورز، ممكن وراثي بسبب في الرجال، او اوتوزومال فور اب نورمال اكويبورين 2، او يكون اوتوزومال يعني حاجه يكون في ال مش حاجة في الجنس، ممكن نسيب النساء أو الرجال، بيكون بسبب الأكوبورين 2 ده هو اللي ناقص. Or can be caused by drugs، ممكن بسبب دواء، يعني واحد بياخد دواء مثلا زي الليثيوم اللي يحطوه على الأمراض العصبية دي، أو ديمي كولوسايكلين دي ممكن كمان تعمل لنا diabetes insipidus. النيوروجينيك قلنا التروما والتيومرز والأشياء دي، النيفروجينيك قلنا يا وراثي يا بسبب أدوية. ده نيفروجينيك يا إما وراثي يا بسبب أدوية. excessive antidiuretic hormone secretion. طيب لو كان الانتيديوريتيك هرمون أفرزه بكمية كبيرة جدا، يبقى الواحد ما حيتبول، حيكون عنده أوليجوريا، البول حيكون كتير. أوليجوريا يعني بول كتير، ودي اسمها سيادة اللي هي سيادة الاس syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. excessive antidiuretic hormone cause abnormal water retention، المواد تجمع في الجسم كثيرة. This result in oliguria. oliguria يعني شنو؟ reduction in urine volume، يقل حجم البول. hypertension، لو قل حجم البول المواد حبست في الجسم الضغط حيرتفع. hypertension an edema، والجسم حيتنفخ. the condition is known as syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion اللي هي S سيادة، S لكلمة سندروم، I inappropriate، وأنتي ديوريتيك هرمون سيكريشن. caused by التروما نفس الشيء، السيادة دي التروما لو في حادث في الرأس ممكن يسببها، زي ما إنه بيسبب diabetes insipidus ممكن يسبب عكسه نيومونيا، التهاب الرئة ممكن يسبب كده. يقولك حبس واحد، حبس بول، هو ما حبس بول بس مشكلة جاته في الهرمونات. lung tumors الأورام اللي في الرئة، بنكرياتيتس التهاب البنكرياس، and drug like chlorobromide والcyclophosphamide and كربامازيبين. الأدوية دي كربامازيبين والأشياء دي ممكن أدوية تسبب إنه يجيب السيادة دي، اللي هو السيادة إنه يفرز هرمون مضر للبول بكمية كثيرة. it can be treated by drugs،
ممكن نعالجها بأدوية ذات ديكريز السنسيفيتي دي وبزرينال ريسبتورز تو انتي ديرتيك هرمون. ممكن ندي أدوية تخلي الكلى المستقبلات الكلى ما تستجيب للانتي ديرتيك هرمون زي دواء اسمه ديمي سايكلو سايكلين ديميكلو سايكلين ديميكلو سايكلين. الدواء ده يقلل حساسية الريسبتر للانتي ديرتيك هرمون في الكدني في الكلى. Notice that biliary and diabetes insipidus decrease by removal of the anterior pituitary. لو أحد عنده سكري كاذب وعنده بلوريا بول بكثرة أو شالوا جزء من الجزء الأمام الغدة النخامية ممكن تقل because the rate of metabolism induced by these HACTH and growth hormone is decreased. لأنه لو شلت الأنتيرير بتيوتري خلاص كله بقل. This decrease the metabolic product and therefore the osmotic loss that should be excreted in urine. فبشيلتها كده بيقل الميتابوليك ريت ما تكون في استغلاب عالي لانك بتنقص هرمون الغدة الدرقية اللي هو تي اس اتش وهرمون الجروس هرمون بالاضافة للاس تي اتش. طيب عندي واحد تاني من الهرمونات اللي هي بتتكون بتصنع في الهايبوثالاموس وتخزن في البوستيرير بتيوتري اللي هي دي الاكسيتوسين. الاكسيتوسين ده اللي هو بيعمل لانقباض الرحم اوكسيتوسين انقباض الرحم في الولاده. نونا بيبتايد يعني عنده 9 امينو اسيد 9 احماض امينيه. الهاف لايف بتاعته سريعه 1 تو 4 مينيت بس بيخلص. بيصنع في الهايبوثالاموس سنسيتايز في الهايبوثالاموس مينلي في البارافنتريكولار نيوكليوس ان تو اليسريك ستاند في السوبرا اوبتيك نيوكليوس نفس المكان اللي صنعوا فيه الانتيديرتيك هرمون ويخزن في البوستيرير بيتيوتري نفس المكان. Transmitted bound to neurofysin 1 through the neural tract. بيعطيك ينتقل يمشي للبوستيرير بيتيوتري. Synthesized in other location like the gonads and adrenal cortex. بنفس طريقة الانتيديرتيك هرمون ممكن يصنع في الجونات والادرينال كورتكس. الكنترول كيف يتم التحكم فيه؟ Positive feedback mechanism through neuroendocrine reflex stimulated by اللي هو positive feedback mechanism ده عن طريق شوفوا مش negative لا positive. يعني كيف يعني positive دي؟ طيب أقول لكم مثلا المرأة لما تكون هي والدة وبتردع البيبي بتاعها بقولها كتير من الرضاعة عشان يزيد من إفراز الحليب. ليه؟ لأنه كل ما السكينج زاد المص للرضاعة زاد كل ما أدى لإستيميوليشن إنه يفرز بزيادة. عشان كده بقول عليه عنده بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. السكينج استيميوليشن أوف تاتش ريسبترز عن في النيبلز اللي هو التأثير على مستقبلات الحسية الموجودة حوالين الحلمة with the mouse of the baby بيفهم البيبي during السكينج لما يكون برضع result in discharge of impulses. ده بيؤدي لتوليد شحنات ذات activate تنشط البريفنتريكولار نيوكليوس والسوبرا اوبتيك نيوكليوس في الهايبوثالاموس تنشطه عشان تفرز. This stimulate release of stored oxytocin في البستيريور بيتيوتري. ده يخليها الاكسيتوسين المخزنين في البستيريور بيتيوتري يطلع. Oxytocin causes ejection of milk. الاكسيتوسين يخلي الحليب يطلع كتير دي من وظائفه كمان. The baby suck the milk. البيبي يرضع الحليب. And at the same time causes more stimulation and therefore more release of oxytocin. يرضع البيبي الحليب ويؤدي لإنتاج إفراز كمية أكثر من الأكسيتوسين. عشان كده بقول عليه عنده positive feedback تأثير إيجابي. الليبر الليبر اللي هي نهاية الحمل يعني خلاص الوحدة على الولادة وعلى الولادة الليبر. The fetal head descend رأس الجنين ينزل into the pelvis في الحوض and start to stimulate touch receptor ويبدأ يأثر في المستقبلات في في السيرفكس بتاع اليوترس في عنق الرحم. Afferent impulses ascend to stimulate release of oxytocin. طوال تمشي الشحنات تقوم تأثر تخليهم يطلقوا مزيد من الأكسيتوسين. Oxytocin causes contraction of the uterus يؤدي لانقباض الرحم. يوترس رحم يوترس هو الرحم. Contraction انغباض يزيد من انغباض الرحم. The fetus descend more والبيبي يطلع أكتر. His head dilates the uterine cervix ورأس البيبي يمدد عنق الرحم.
and at the same time causes more stimulation of the receptors. لما يدخل رأس البيبي يقوم يأثر على مستقبلات بزيادة، وده يؤدي لأنه يحصل more release للأكسيتوسين، ويطلق كمية أكثر من الأكسيتوسين لحد ما يحصل الولادة until delivery. delivery اللي هي ولادة. other stimuli، أشياء تانية ممكن تزيده الأكسيتوسين، الاسترس، الضغط النفسي، الكويتس اللي هو الجينيتال ستيميوليشن، والانهيبيترز، الحاجة اللي ممكن تثبطه، الكحول، تناول الخمرة بتنقص من الأكسيتوسين. يعني السكران، الواحدة لو شاربة خمرة وعايزة تولد ما يحصل انغباط للرحم، ما حتقدر تولد بسهولة، والبيبي ممكن ما يقدر يرضع بسهولة. الإفكت، التأثير، الإفكت، الإفكت بتاعه. طيب طيب قلنا الإفكت بتاع الأكسيتوسين